أكيد أنا بحرص دائما بكل طلي، سواء بمهرجان ربيع أو أي مهرجان، يكون في إضافة جديدة، يكون في تنويع، يكون في تجدد وحسب الجمهور. يعني دائما بيكون في عندي نظرة على المسرح، يعني أنا بكون محضرة برنامج منوع مصري لبناني مغربي خليجي عراقي إلى آخره، يعني البدوي، شوف الناس شو بدها، الحضور شو، شو بدهم، شو التفاعل أكثر، هون بغني طبعا. بالإضافة لأغنية الربيع اللي أنا طبعا كانت من الألحان المتواضعة الحمد لله، وكلام الشاعر تركي الشريف من السعودية، وإن شاء الله طبعا حيكون في مويل وأغاني جديدة.